هل بدأت المبادرات الخارجية بشأن رئاسة الجمهورية تبين على الساحة اللبنانية؟ وهل ظهر ذلك بالتحرك يلي بدأه اليوم السفير السعودي وليد البخاري؟ لأن كان يحكى أنه قد يعزم يعني يعتزم أن يبدأ بمسعى بشأن الرئاسة في الأيام المقبلة. هل فعلا بدأ هذا الأمر؟ وهل تقرأ هذه الزيارات اللي عم بيقوم فيها كمسعى سعودي؟ الزيارات هي في إطار متابعة المساعي التي كانت قد بدأت من قبل في سبيل الوصول إلى تفاهم. لا أعتقد أنه يمكننا تسمية هذه التحركات بالمبادرة. المبادرة التي يمكن وصفها بذلك هي بناء على الاجتماع الخماسي الذي حصل في باريس، وفيما بعد حصلت زيارات أو تحركات متعددة لكل القوى الدبلوماسية التي شاركت في هذا اللقاء على الساحة اللبنانية، وبالتالي هذا نوع من الاستكمال. بلا شك أن هذه الحركة يمكن أن يفهم منها بعض المؤشرات بعد معرفة مضامين اللقاءات أو ما انطوت عليه تلك اللقاءات، لا سيما أن الرئيس نبي بري كان قد صرح أكثر من مرة بأنه مع الفرنسيين ينتظرون جوابا من المملكة العربية السعودية بعد الكثير من الاتصالات وبعد الكثير من التواصل، لا سيما أو مرورا بالزيارة التي أجراها المستشار في الإليزي باتريك دوريل إلى الرياض ولقاء المسؤولين السعوديين للبحث معهم في هذا الملف. وبالتالي يأتي تحرك السفير السعودي بعد كل أو بعد كم كبير من التسريبات من التفسيرات ومن كمية الضخ التي تم ضخها بأن السعودية وافقت أو لم توافق، لا تزال على موقفها أم بدلت في هذا الموقف. عمليا بالحد الأدنى بالمعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن أن الموقف السعودي لا يزال على حاله، وهو ضرورة توافق اللبنانيين على شخصية توافقية قادرة على تنفيذ الإصلاحات أو على تلبية شروط المجتمع الدولي والتطلعات التي يحتاجها لبنان للخروج من الأزمة، وبالتالي لازلنا في مربع المواصفات. حتما أن الرئيس نبي بري كان سيحاول الحصول على موقف معين، إشارة معينة من السفير السعودي، لا نعلم إذا حصل ذلك أو لا، ولازلنا في نفس المربع. إلى جانب هذا الأمر، كان هناك صمتا سعوديا طوال الأيام الماضية، وأعتقد أنه كان متعمدا، وهو ما دفع بالكثيرين إلى الذهاب نحو تفسير بأن الصمت السعودي ربطا بضخ كبير من المعلومات الدبلوماسية والداخلية بأن السعودية وافقت على هذا أو ذاك وبأنها بدلت في موقفها، كان متعمدا وأوحى بذلك بشكل أو بآخر بانتظار معرفة مواقف القوى الأخرى. بمعنى أوضح، كان هناك استدراج للولايات المتحدة الأمريكية أو لمعرفة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت كمية الضخ بالداخل اللبناني حول الإيجابية السعودية أو تبدل في الموقف أو تغير في الرأي استدرج الأمريكيين إلى إطلاق موقف. هذا الموقف جاء على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى رسالة اللجنة الخارجية بالكونغرس لرئيس الجمهورية، وهذه الرسالة تتضمن هجوما على حزب الله للرئيس، وتحميل المسؤولية في التعطيل للرئيس نبي بري لكروب الاسم. اثنين، موقف الخارجية الأمريكية قبل يومين. ثلاثة، حركة السفيرة الأمريكية بالأمس. وبالتالي الموقف السعودي ثمة من يفسره بأنه لا يمكن أن يتطابق مع رئيس تيار المرادة سليمان الفرنجية، وبالتالي دخل الأمريكيون على الخط بحسب التفسير ونقلوا المسألة إلى مرحلة أخرى تتعلق برئيس أيضا قادر على الجمع، متحرر من الفساد كما ذكروا بالبيان، وقادر على تحقيق الإصلاحات وإنجاز الإصلاح المطلوب لإنقاذ لبنان وإلى ما هنالك. هناك من يفسر بأن هذا الدخول هو قطع مبهم أو محاولة للخروج من مسألة الصمت الأمريكي أيضا، ولإدخال الساحة الداخلية بتفسيرات متعددة ومتناقضة، لأن حلفاء فرنجية يعتبرون أن أمريكا لا تضع فيتو على أحد، وقال
السفير الرئيس نبيل بري نقل عن لسان السفيرة بأنه هي لا تمانع وإلا ما هو. نعم، ولكن اليوم برأيك هذا التحرك الأمريكي اللي هو عبر ثلاث أشكال كان، وأخر عبر السفيرة الأمريكية بزياراتها المتعددة، هل قطع الطريق أمام فرنجية بمكان ما؟ لأنه حضرتك كنت عم بتقول أنه حلفاء فرنجية يرددون دائما أنه لا فيتو أمريكي على أي مرشح بما فيهم سليمان فرنجية. خلينا نظهر من التفاصيل ونروح على صورة أوسع. لا يمكن لأحد الجزم بأن أي موقف يمكن أن يقطع الطريق على فرنجية. حتى الآن سليمان فرنجية هو مرشح، لديه عدد أكبر من المرشحين الآخرين، عدد من الأصوات، وبالتالي هناك تمسك به من قبل حزب الله، حركة أمل، ومن قبل الفرنسيين أيضا، ولذلك لا يمكن اعتبار أن أي موقف آخر قطع الطريق عليه. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، القوى الأخرى غير قادرة على الاتفاق على مرشح، وهذا أمر يربك أيضا بين هلالين. إذا كان هناك قوى إقليمية عربية أو دولية لا تريد لسليمان فرنجية الوصول، فإن عدم اتفاق قوى المعارضة أو القوى المعارضة لسليمان فرنجية على مرشح موحد سيصعب على هذه الدول أو القوى الإقليمية مهمتها، وبالتالي سيبقى سليمان فرنجي هو المرشح الأكثر واقعية، وسيضطر الجميع للتعاطي معه وفق هذا الأمر، وربما نصل فيما بعد إلى مرحلة جديدة تتعلق بوجوب السير بأي تسوية لسد الفراغ لتجاوز المزيد من الانهيارات، وعلى واقع كل ما يجري في المنطقة، تقارب سعودي إيراني، تقارب سعودي سوري، وانعكاساته على لبنان. وبالتالي أيضا هناك مسؤولية يتم تحميلها من قبل الدبلوماسيين ومن قبل الجهات الدولية لخصوم أو للمعارضين لسليمان فرنجية بعدم الاتفاق على مرشح. نعم، يعول محيط سليمان فرنجية ويعول حلفاء سليمان فرنجية على التقارب السعودي الإيراني، وقد يرى البعض منهم في هذه الزيارات التي يقوم بها، بدأ أن يقوم بها السفير السعودي وليد البخاري اليوم، بأنه هي لحلحة بالموقف السعودي قد يسمعه الرئيس نبيه بري، وقد يكون قد سمعه المفتي دريان. هل توافق على هذا الأمر؟ هل تعتقد أن التقارب السعودي الإيراني قد ينعكس إيجابا على ترشيح سليمان فرنجية؟ التقارب السعودي الإيراني سينعكس إيجابا على لبنان حتما. بالتفاصيل لا أمتلك المعطيات، ولا أعتقد أن أحد يمتلك المعطيات حتى الآن. لماذا؟ لأن مسألة ترشيح سليمان فرنجية ترتبط بموقف سياسي، وهو يمثل موقف سياسي. كيف يمكن الوصول إلى ذلك مقابل تحصيل الطرف السياسي الآخر للمكاسب التي يحتاجها؟ هذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال حوار مباشر بين حزب الله والمملكة العربية السعودية. وعندما يقول الحزب أنه يريد الحوار، فهو يعرف لمن يوجه هذا النداء أو هذه الإشارة أو هذه الرسالة، علما أن بعض المعطيات تتحدث عن حصول بعض التنسيق وليس اللقاءات المباشرة أو الحوار المباشر بين حزب الله والسعودية. عندما جاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، ووجه له سؤال من أحد المسؤولين بأن هل إيران تنوب عن حزب الله في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، هو قال لا، بأن إيران تفضل أن يحصل التفاوض مع حلفائها كما حصل مع الحوثيين في اليمن، وكما حصل مع بعض القوى في العراق، وكما حصل مع النظام السوري. هناك من يعتبر أنه لابد من أن يحصل ذلك مع حزب الله. هناك وجهة نظر أخرى تفيد بأن ذلك من الصعب أن يحصل، أو يحتاج إلى الكثير من الوقت، أو 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 أو. ولكن من يقدم وجهة النظر الأولى يعتبر أنه بمجرد حصول هذا التواصل يمكن للسعودية أن تحقق المزيد من المكاسب على الساحة اللبنانية سياسيا وأيضا في ملفات أمنية. وهلأ إذا رح نحكي عن التطور الإيراني السعودي والسعودي السوري بنقدر نمرق في كل الأحوال. منشان هيك ما بنقدر نجزم إذا طبعا فرنجية وحلفاء فرنجية يعتبرون أن هذا المسار لابد أن يقود إلى انتخاب فرنجي، وأيضا حلفاء فرنجية يعتبرون أنه في اللحظة التي يحصل فيها تواصل مباشر بينهم وبين حزب الله، يعني سواء الرئيس نبيه بري الذي كان يعول
إلى حدود بعيدة على إقناع المسؤولين السعوديين بذلك. أيضا حزب الله يعول على قدرته على إقناع السعودية بتبني خيار سليمان الفرنجية، وكانت الإشارة الأولى من خلال الضمانات التي تم تسليمها عبر الفرنسيين إلى